السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه inkforall.com عبارة عن ايه؟ حاجتين. اول حاجة ان انت تديله موضوع هو يتكلم عنه، والموضوع التاني ان هو بيكريت صور من خلال التكست. خلينا نشوف الاتنين. تعال نشوف اول واحد جاء اللي هو الدوكومنتس. هو بيقول لي من ناحية الـ SEO ايه الكلمة اللي انت شايفها مهمة بالنسبة لموقعك، مثلا كلمة ايجيبت، وهنا عمل لك بقى المواضيع كتيرة جدا، مثلا حاجات خاصة مثلا بالكايرو، تلاقي فيها كلمة ايجيبت وكايرو، في حاجات مثلا يعني مواضيع كتيرة موجودة تقدر تختار منها ما تشاء من الموقع بتاعك بحيث ان هو يظهر في محرك البحث. ممكن تقول له انت عايز الكلام دوت يكتب تاني بصيغة اخرى، ممكن تنسخ الكلام دوت في قلب المقالة بتاعتك بالشكل دوت. فبثواني تقدر تكتب مقالة مش من النت، تمام؟ هو بينشئها لك خاصة بك انت، يعني مش ما تاخده من موقع تاني. طيب خلينا نرجع كده ونشوف موضوع الصور. فكتبت له اسمه فول واقول له مثلا ايجيبت بيراميدز، فبدأ ينشئ لي اربع صور من خلال الذكاء الصناعي. فيبدأ يعمل لك الصور بالشكل دوت، الاربع صور، بحيث كأن في جليد سقط على الاهرامات بالشكل دوت. دي طبعا مش صور حقيقية، وإنما هو أنشأهم ودمجهم مع بعض.